خبر عاجل: القبض على التيك توكر وحش الكون وبنتها في الإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق والفجور. ايه عبد الله ده خاص البنك؟ ايه قلب ده؟ جاب الله في قلبي. ايه خلي جاب يقول مش هو سمعت بأي طريقة بيخش يكلموا الرجالة؟ اقول حسب الله ونعم الوكيل. بس ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر وحش الكون وبنتها في الإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب العامة وتحريض على الرذيلة والفجور والفسق. تابعوني عشان تحطوا لايف 24 ساعة. عرفت ده الكلام ده طبعا مش الناس اللي بتحبني، الناس اللي بتحبني مش هتزهق مني. أبكى الناس اللي مغلولة مني ده الناس هعرفهم في فرشتهم 65 ساعة مش 24 كمان. أنا عرفت. يلا بقى وخليك فاتحة 24 ساعة غصب عنك. الولا اسمها ايه؟ قلت فاطمة. بس الكوشن بتوجعني، بقي بيوجعني من جوه. وتم القبض عليهم بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية هذه الفيديوهات التي كانت تثير غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شهر بالكتير باذن الله تفتح لايف لوحدها. بص اوعدكم باذن الله. عايز اقول لك حاجه، والوحش تكون برضه نفتح منها من هنا ومن هناك. نعم. بصوا التعليق مثلا بتعملوا مطاطمات. وكان المحامين قد قدموا بلاغات ضدها بسبب هذه الفيديوهات الغير اخلاقيه التي كانت تستغل فيها بنتها. رقمي انا بقوله لكم في اللايف اهو 03 وحايد 9 4 6 لا 3 3 9